هنتعرض في الباب الثالث إلى بعض الأمثلة المحلولة لعمليات الإسقاط. إحنا يمكن في الباب الأول والثاني اتكلمنا عن إسقاط النقطة والخط والمستوى، واتكلمنا عن أساسيات الرسم الهندسي. دلوقتي عايزين نتكلم على لو أنا عندي شكل هندسي. هو الشكل الهندسي تعريفه عبارة عن إيه؟ عبارة عن تقاطع بين مجموعة من المستويات والخطوط والنقاط. يعني هو في الأصل هو مجموعة من النقاط، بس النقاط دي لو كانت كلها مع بعض مثلا في اتجاه معين بتكون خط مستقيم، والخط المستقيم مع خط مستقيم تاني بيكون لي مستوى، مستوى مع مستوى لو اتقاطعوا مع بعض بشكل أو بآخر هيديني الأشكال الهندسية المختلفة اللي احنا بنشوفها في الطبيعة. فقبل ما نشوف ازاي نسقط شكل هندسي، لازم في الأول أشوف وضع الشكل الهندسي بالنسبة لمستويات الإسقاط اللي هي البروجيكشن بلينز، والشكل الهندسي عايز اشوف مستويات هذه الاسقاط والشكل بالنسبه ليهم هيبقى وضعه ازاي. فاحنا عاده بنفترض دلوقتي لو انا شفت المثال اللي قدامنا دلوقتي عباره عن زاويه، الزاويه دي بتبقى جزئين، جزء مستوي وجزء راسي بنسميها القايمه والنايمه. الجزء الراسي ده بنسميه القايمه، والقاعده دي بنسميها النايمه او القاعده والارتفاع بتاعها. يعني مثلا الزاويه دي بشكلها الطبيعي عرضها 60 وارتفاعها 40، وطول الزاوية بقى 80 ملي. في منتصفها في مثلث تدعيم زي اللي باين قدامنا دون بتخانه 15 ملي. الواضح قدامنا ايه؟ ثلاث مستويات الاسقاط انا مديهم الوان، اللون الاصفر والاحمر والاخضر في الكورنر بتاعها او في الركن بتاعها عشان اميز الثلاثه عن بعض. والثلاث مستويات دول ثلاث مستويات الاسقاط اللي انا هسقط هذا الشكل عليهم. وبالتالي يبقى أنا دلوقتي عندي شكل في وضع نسبي بالنسبة لمستويات الإسقاط وعايز أبص له. القاعدة أنا دايما لما هبص في مستوى عمودي على المستوى اللي أنا هسقط عليه زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى أنا لو بصيت دلوقتي من الأمام للخلف زي السهم الاحمر مرسوم قدامنا دون اتجاه الالفيشن او اتجاه المسقط الراسي، يبقى انا هبص على الشكل بتاعي من الامام، فهرسم مع شعاع البصر مع امتداد شعاع البصر بعد ما يعدي الجسم بتاعي، وهيسقط على المستوى اللي قدامنا ده هون، وهيديني المسقط الايه الراسي. لو جيت بعد كده هون وبصيت في اتجاه السهم الاخضر من ناحيه الشمال لناحيه اليمين، برضو الشعاع البصر بتاعي هيمشي من الشمال لليمين، فهيعدي الجسم بتاعي ويوصل لغاية المستوى الإسقاط الجانبي وهيظهر لي المسقط عليه. نفس الطريقة الحالة التالتة أبص من أعلى إلى أسفل في اتجاه السهم المكتوب عليه بلان دون، فالشعاع البصر بتاعي هيجي من أعلى وهيعدي على الشكل بتاعي ويمر من خلاله لغاية لما يوصل للمسقط التالت. مثال تاني قدامنا هو برضو هنكرر عليه، هنا برضو زاوية بس مشطوفة من القاعدة بتاعتها مشطوفة، وكذلك الجزء القائم بتاعها مشطوف زي ما احنا شايفين قدامنا. لو بصنا لها هنلاقي ان احنا المفروض نبص لها من الاتجاهات الثلاثة، من اتجاه الرأسي والأفقي والجانبي. وهبص الاقي ان انا لما هبص في اتجاه الإليفيشن في اتجاه السهم الأزرق هيطلع لي بعد الجسم ورا الجسم هيظهر لي المسقط الرأسي. لو بصيت من الشمال لليمين برضو يبقى اذا انا بص من ناحية الشمال هلاقي برسم على المستوى الجانبي بتاع الاسقاط اللي هو اللي على ناحية اليمين. لو بصيت من فوق في اتجاه السهم الاخضر مكتوب عليه بلان هرسم تحت وهيديني مستوى او المسقط الافقي. وبالتالي احنا هنا دلوقتي نعتبر اتعرضنا لشكل الجسم بالنسبة لمستويات الإسقاط وإزاي أنا ببص له. هنشوف دلوقتي بعد كده هنشوف بقى دلوقتي إزاي نعمل هذا الكلام بقى، خطوات تنفيذ هذا الكلام، إزاي أبص إزاي أرسم، ده اللي احنا هنتعرض له بعد كده. أول خطوة تنفيذية عشان أعمل هذا الكلام إن أنا إزاي أعمل توزيع للمساقط بتاعتي على ورقة الرسم، توزيع المساقط بتاعتي على ورقة الرسم. ده اللي احنا عايزين نشوفه دلوقتي. لو ابص للوحة اللي قدامي هلاقي عندي جا
الجسم ومستويات الاسقاط التلاتة. يعني هذا الجسم انا بصيت له من فوق عشان ارسم تحت، بصيت من قدام عشان ارسم ورا، بصيت من الشمال عشان ارسم ناحية اليمين، وبالتالي هيبقى رسم الشكل بتاعي الاليفيشن هو ده الاساس بتاعي. لو انا دخلت الاليفيشن مستطيل زي المستطيل الاحمر اللي في الربع الثاني في الشكل الموجود على ايدنا اليمين، فهلاقي ان انا ايه السايد فيو او الجانبي بالنسبه لي، انا بص من الشمال وهرسم على اليمين، يبقى اذا السايد فيو هيجي على يمين الاليفيشن، يبقى السايد فيو هيجي في المربع الاولاني. طيب السايد فيو في المربع الاولاني، الاليفيشن في المربع الثاني، البلان دايما بيبقى تحت الاليفيشن، يبقى اذا البلان هيكون عندي فين؟ في الربع الثالث. والربع الرابع ده بنحط عليه حاجه اسمها مستوى الاسقاط المساعد، ومستوى الاسقاط المساعد لازم نبقى فاهمين ايه هو. عشان افهم يعني ايه مستوى اسقاط مساعد، لو تخيلت الشكل اللي هو موجود عندي على ايدي اليمين في اللوحه اللي قدامنا دي، هلاحظ حاجه، هلاحظ ان لو اعتبرنا ان المركز هو بتاع المحورين، محوري الاسقاط هو المركز او اللي طالع منه الخط المائل بزاويه 45 درجه، هلاقي ان او في الاتجاه الافقي، او اكس في الاتجاه الموجب، واو واي في الاتجاه السالب، يعني اللي هو الربع الرابع، الخطين اللي بيشكلوا الربع الرابع اللي هو اكس موجب واو واي سالب، الاثنين دول لو ضمتهم على بعض، لو دخلت انا قطعتهم بموس ضمتهم على بعض، هلاقي هيديني الايه المستوى الجانبي. وعشان كده بنعمل مستوى الاسقاط المساعد ده على زاويه 45، ده عشان هيساعدنا، وهنشوف ازاي هيساعدنا في ان انا استخدمه في استكمال اسقاط المستويات الثلاثه بالنسبه لبعضها. هنطبق الكلام دلوقتي على مجموعة من الأمثلة. أول مثال ده مثال بسيط عشان نشرح عليه طريقة بداية الرسم أو خطوات الرسم السليم. لو بصيت على اللوحة اللي قدامي دلوقتي دي، هلاقي عندي هو اللي هو الزاوية المشطوفة دي، يعني زاوية اللي هي قاعدة واللي هي نايمة، القاعدة بتاعتها مشطوفة من ناحيتين، والقايمة بتاعتها برضو مشطوفة من ناحيتين على هيئة مثلث. طيب أول خطوة، أنا دلوقتي حددت ان انا هبص للسايد فيو من الشمال لليمين، يبقى اذا السايد فيو هيبقى على يمين الاليفيشن، يبقى الاليفيشن لو عملت مستطيل يكون الاليفيشن، هلاقي السايد فيو على شماله والبلان تحت السايد فيو في المربع الثالث، يبقى المربع الاول فيه السايد فيو، المربع الثاني فيه الاليفيشن، المربع الثالث فيه البلان. لو في شكل ثاني انا هبص، لو انا في شكل ثاني هبص من في السايد فيو من اليمين، وده ممكن تحصل، لو بصيت من اليمين هيختلف الوضع شويه، هبص لاقي ايه هيبقى الاليفيشن، لو عندي الاليفيشن هرسم على شماله السايد فيو، يبقى لازم هنا هيبقى عندي الاليفيشن في ايه في الربع الاولاني، وهيبقى السايد فيو في الربع الثاني عشان يبقى على شماله، وهرسم البلان تحت الاليفيشن، يبقى البلان هيبقى في الربع الايه الرابع، وهيبقى مستوى الاسقاط المساعد ده هيبقى في الربع الايه الثالث. دي الحالتين اللي هم ممكن يظهروا عندي، بيتغيروا بس يتغير وضع السايد فيو بالنسبه للاليفيشن حسب انا تبص من الشمال لليمين او من اليمين للشمال، لكن دائما البلان هيبقى تحت الايه الاليفيشن. دي اول خطوه واللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. اجي بعد كده احدد طول او ابعاد كل مربع من المربعات دي، نلاحظ المربعات اللي انا قسمها دي المربعات اللي انا المفروض هرسم جواها المساقط، وبالتالي لازم اطلع حدودها الخارجيه. اطلع حدودها الخارجيه منين؟ من الشكل الاصلي بتاعي. يعني لو بصيت في اتجاه الاليفيشن هلاقي الزاويه بتاع الزاويه اللي عندي دي، هلاقي عرضها 80 سنتي وارتفاعها 80 سنتي، يبقى اذا المستطيل اللي هرسم فيه الاليفيشن ده 80 في 80، وانا رسمت اهو قدامنا اللي هو في الربع الثاني. لو بصيت من الشمال لليمين عشان ارسم السايد فيو، هلاقي عندي الزاويه عرضها 60 وارتفاعها 80. خد لاحظ حاجه، ان الارتفاع ده هو نفس ارتفاع الاليفيشن ده منطقيا، لكن عرضها 60 وانا بص من الشمال لليمين هشوف عرض 60 وارتفاع 80، عشان كده يبقى الربع الاولاني هرسم فيه السايد فيو ده هيبقى المستطيل بتاعه كام؟ 60 عرض في 80 ارتفاع. بنفس الطريقه لو بصيت من فوق لتحت هلاقي ان انا هرسم عندي مستطيل 80 عرضه وارتفاعه 60، اللي هو بيبين لي المسقط او حدود الخارجية للشكل في اتجاه الاسقاط الافقي. الخطوات اللي انا عملتها لحد دلوقتي في هذا التمرين ده انا بسميها توزيع اللوحة، يعني ايه؟ يعني توزيع المساقط بالنسبة لبعضها وابعادها بالنسبة لبعضها ايه،
ونلاحظ حاجة، إن ده مهم جدا جدا جدا، لأن المفروض أوزعها بشرط يبقى اللوحة شكلها كويس. ما ينفعش إن أعمل المساقط بتاعتي كلها محذوفة ناحية اليمين أو ناحية الشمال، أو محذوفة لفوق على اليمين أو لفوق على الشمال أو لتحت على اليمين. يعني إذن لازم إيه أعمل عملية سنترنج للوحة، ده اللي إحنا بنسميه توزيع اللوحة أو توزيع المساقط بتاعة اللوحة اللي أنا هرسمها. هبتدي دلوقتي إيه عملية الإسقاط. لو بصيت أنا دلوقتي من الأمام في اتجاه الإليفيشن عشان أرسم في الخلف، يعني هرسم في المربع الكامي التاني، لأن أنا هنا إيه عارف إن أنا هبص سايد فيو من الشمال، فهرسم السايد فيو في المربع الأولاني على يمين المسقط الرأسي. هبص لقي وأنا باصص عمودي هلاقي القاعدة، القاعدة ليها ارتفاع 20 ملي وعرضها بالكامل اللي أنا هشوفه اللي هو 80. بس لاحظ حاجة، في مستويين مائلين اللي هو اللي هم على اللي هم الشطفية اللي في القاعدة التحتانية بتاعت الايه القاعدة بتاعت المثلث. فلما انا هاجي ابص بالمواجهة هلاحظ حاجة، هلاحظ ان القاعدة اللي ارتفاعها 20 دي هشوفها عبارة عن 3 مستطيلات زي الجزء التحتاني في الاليفيشن المرسوم. هذه المستطيلات الثلاثة كلها بتتحد مع بعض في الارتفاع، لان القاعدة كلها ارتفاعها واحد اللي هو 20 ملي، ولاقي عرضها كلها 80 ملي. هلاحظ حاجة، ان هذه المستطيلات الثلاثة مكونة من 4 خطوط رأسية وخطين افقيين. الاربع خطوط الرأسية، اول خط من على اليمين اللي هو جنب المحور الرأسي، واخر خط على الشمال، المسافة بينهم 80. الخطين اللي في الوسط دول المسافة بينهم كام؟ 40 ملي، ودي واضحة على الشكل. يمكن هي بس اللوحة اللي في الايزومتريك مش باين فيها العرض كام اللي هو 80، مش مكتوب، لكن ايه افتراضا هو 80 ملي في الشكل. اذا المسافة بين الخطين اللي في الوسط في المستطيل اللي هو المستطيل ثلاث مستطيلات ارتفاعهم 20 ملي، الخطين اللي في الوسط دول المسافة بينهم كام؟ 40 ملي. وبالتالي هلاقي عندي 3 مستطيلات، مستطيل صغير على اليمين، مستطيل صغير على الشمال، ومستطيل عرضه كبير شوية اللي هو اللي في الوسط اللي هو عرضه 40 ملي. المستطيل اللي في الوسط اللي عرضه 40 ملي ده اللي هو المستوى الرأسي في القاعدة اللي هو بالمواجهة ليا وانا باصص على الشكل، واول حاجة عيني شعاع البصر اللي طالع من العين هيقع عليها. المستطيلين الصغيرين على اليمين وعلى الشمال دول بتوع الشطفيتين. هو الشطفية هنا هو لاحظ حاجة، الشطفية دي تعتبر مستوى مائل، واحنا قلنا المستوى المائل ان هو لما هبص له هشوفه بعرض الاسقاط بتاعه في اتجاه النظر، لكن ارتفاعه هذا الارتفاع حقيقي، عشان كده ارتفاعه 20 ملي هو ده الارتفاع الحقيقي، لكن عرضه اللي في المسقط ده هلاقيه اقل شويه من عرضه او طول الجزء المائل بتاع المستوى، لان احنا بنبص بشوف الاسقاط ما بشوفش الشكل ايه بشكله الطبيعي، لان ده مستوى مائل. استكمالا للشكل هبص الاقي من على الحرف من على اليمين وعلى الشمال في خطين عاليين اللي هما بتوع الجزء القائم من الزاوية بارتفاع من القاعدة 40 ملي، يعني فوق الخط الأفقي بتاع الثلاث مثلثات اللي أنا رسمتهم بتوع القاعدة ب 20 ملي من اليمين ومن الشمال. وبعد كده هلاقي إيه الزاوية الجزء الهرمي اللي واضح إيه قدامي، وده نلاحظ ده إيه من الشكل الايزومتريك اللي قدامنا او الشكل المنظور اللي هو مرسوم على الشمال. هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان ارتفاع القاعده من السطح العلوي، ارتفاع الجزء القائم من القاعده العليا من السطح العلوي للقاعده هو 60 ملي. وبالتالي هلاقي ان انا برسم ايه مثلث متساوي الساقين زي اللي واضح قدامنا، وبالتالي هيطلع ايه شكل المسقط الرأسي اللي هو واضح قدامنا ان هم الثلاث مثلثات والخطين اللي هو فوق من على اليمين ومن على الشمال اللي اعلى شوية ب 20 ملي، لان الارتفاع كله 40 ملي بتاع اللي هو بداية السطح المشطوف بتاع ايه بتاع المستوى المائل، وهيظهر ايه بالشكل اللي قدامي. هستكمل بعد كده رسم المسقط الجانبي عشان ابص من الشمال وارسم في اليمين، ولكن الاحظ حاجه ان انا برسم المسقط الراسي الشكل فيه الشكل سيمتريك، يعني ايه شكل متماثل.
يعني من منتصف الزاوية وانا بص في الاتجاه الاليفيشن من عند رأس الجزء الهرمي دون اللي في الجزء القائم من الزاوية، هلاحظ حاجة، هلاحظ ان لو انا بصيت هلاقي فيه خط رأسي ممكن يقطع لي او مستوى رأسي ممكن يقطع لي، يقطع لي الجسم بتاعي الى جزئين متماثلين على اليمين وعلى الشمال، عشان كده رسمناه بالخط الاحمر اللي احنا شايفينه في المستوى في المسقط الرأسي. لكن دلوقتي مسقط الاليفيشن ما فيهوش تماثل، يعني لما هبص من الشمال هبص الاقي ايه؟ هبص الاقي حاجه، لما هبص هشوف الزاويه بشكلها الطبيعي ازاي. هبص الاقي في الاول في زاويه من الشمال، في زاويه جانبيه، يعني مستواها يوازي المستوى الجانبي، ارتفاعها 40 وعرضها 30، وده تظهر لي زاويه بشكلها الطبيعي. بعد العرض ال 30 هلاقي على يمينه فيه الجزء المشطوف، المستوى الجزء المشطوف في القاعده، فده برضه هيظهر لي على هيئه ايه؟ مستطيل، اللي هو المستطيل اللي على اقصى اليمين في المسقط الجانبي، وبرضه المستوى المشطوف اللي في الجزء الهرمي اللي في الجزء الراسي برضه هيظهر لي على هيئه مستطيل، اللي هو الجزء العلوي، المستطيل العلوي في المسقط الجانبي. يبقى اذا انا لو بصيت للمسقط الجانبي هلاحظ حاجه، لاحظ ان عرضه كاملا هو 60 ملي وارتفاعه 80 ملي، ولكن الخطين اللي هما في الخطين، في خطين، خط افق وخط راسي، بيقسم لي بيكون لي مستطيل على اليمين ومستطيل اعلى في الجزء العلوي العلوي من المسقط. هذين المستطيلين هم اسقاط المستويين المائلين اللي موجودين في الشطفيه اللي فوق والشطفيه اللي في الجزء اللي في القاعده بتاعه الزاويه، ودول طبعا بيظهروا بابعادهم غير حقيقيه، يعني عرضهم اللي هو مثلا ال 20 ملي ده ثابت، ولكن البعد الثاني اللي هو في الاتجاه المواجهه اللي هو الاسقاط بتاع المستويات المائله ده اللي هو بيكون ايه؟ بعده غير حقيقي، يعني بعده بيكون اقل من بعد الايه؟ الطبيعي بتاع السطح المائل الموجود في الجسم نفسه. هستكمل دلوقتي وعايز ارسم المسقط الافقي. هاجي من المسقط الجانبي واسقط خطوط راسيه من كل خط راسي موجود في المستوى، فعندي في المسقط الجانبي في عندي اربع خطوط راسيه، اول خط اللي هو على ناحيه الشمال خالص في المسقط الجانبي، يعني ناحيه الشمال اللي هو جنب المحور الراسي، ده اللي هو ارتفاعه كام؟ 60 ملي او 80 ملي. اللي بعديه اللي هو الخط اللي ارتفاعه 60 ملي، اللي هو ارتفاع، لو نلاحظ كده نبص في الايزومتريك، ده ارتفاع القمه بتاعه الجزء الهرمي لغايه القاعده، وبالتالي هيبقى الخط الراسي الثاني ده هو من ناحيه الشمال، الخط الثاني من ناحيه الشمال ارتفاعه 60. الخط الثالث والرابع من ناحيه الشمال اللي هو الاول والثاني من ناحيه اليمين، ده ارتفاع كل واحد منهم كام؟ 20 ملي. حاجه من هذه الخطوط الراسيه كلها واروح مددها بخطوط خفيفه الى اسفل لغايه لما تتقاطع مع مستوى اسقاط المائل او المستوى المساعد، وامشي افقي، هيديني اربع خطوط افقيه. لو بصيت انا للشكل بقى الايزومتريك اللي عندي، انا عايز ارسم المسقط الافق بتاعه، وانا باصص من فوق هلاحظ حاجه، هلاحظ ان الجزء الهرمي اللي موجود في الجزء القائم من الزاويه هو اقرب حاجه ناحيه المستوى الاليفيشن، مظبوط، وهلاقي ان هو عرضه كام؟ يعني موازي لمستوى الاليفيشن بطول 80، وعرضه بالنسبه لمستوى الاليفيشن هو كام؟ المسافه 20. وبالتالي لو جيت بقى على الرسم اللي انا برسمه في المسقط في الشكل على اليمين عندي، هلاحظ ان الخط الاول والثاني اللي انا راسمهم على مستوى خطوط الاسقاط اللي هي على المستوى المساعد، اللي هم الخط الاول والثاني من ناحيه الشمال بالنسبه للمسقط الجانبي، اللي هم اول خطين، لو انا اللي هم وصلوا لغايه الخط المساعد وخدوا الوضع الافقي، هيبقوا هم لو انا بصيت الاربع خطوط الافقيه اللي طالعين من الخط المستوى المساعد اللي هم الخطين العلويين،
دول هم دول بيحددوا لي العرض بتاع المستويين المائلين، وبالتالي المستويين المائلين اللي عندي دول هيظهروا لي على هيئة ايه؟ على هيئة مستطيلين. المستطيلين دول واحد منهم، اولا المستطيلين متشابهين، دي اول حاجة، وبالتالي لو العرض كله عندي 80 هلاقي ان المستطيلين واحد منهم 40 والتاني 40 والارتفاع بتاعهم كله متساوي كام في المستطيلين كام؟ 20. هكمل بعد كده وانا بص من فوق هشوف القاعدة بشكلها اللي هو تقريبا زي اللي هو شكل مستطيل وفيه الشطفيتين، وهيظهر لي الشكل زي ما هو واضح قدامنا، والخطوط الاسقاط المساعدة بتسهل لي ان انا اعرف الارتفاعات او المسافات النسبية بالنسبة لبعضها كام. كده يبقى انا دلوقتي انهيت عملية الاسقاط. يتبقى مع قدامي دلوقتي خطوة اخرى لازم اعملها، وهي ان انا امسح كل خطوط العمل اللي انا كنت بستخدمها، دي اول حاجة. ثم بعد ذلك طبعا خطوط العمل دي شاملة بقايا المستطيلات اللي انا كنت رسمها في الاول اللي هو كان بيحددون الحدود الخارجية للمساقط الثلاثة، الرأس والافق والجانبي. ثم بعد ذلك ابتدي اكتب الابعاد بالطريقة اللي هي ايه مكتوبة قدامنا. بالنسبة للابعاد لازم نلاحظ مجموعة يعني تعليمات او قواعد. ايه هي؟ اولا الابعاد الافقية بتبقى سهم وخطين بعد، يعني السهم خط بداية ونهايته سهم وخطين بعد بيحددوا لي بداية ونهاية هذا البعد اللي أنا عايز أكتبه، وبيكتب البعد في منتصف السهم أعلاه، ما بكتبش تحت السهم، لا أكتب فوق السهم. ده بالنسبة للخطوط أو الأبعاد اللي بكتبها في الاتجاه الإيه العرضي. في الاتجاه الرأسي بكتب الأبعاد برضو بطريقة معينة، وهي إن أنا إيه اتخيل انا بص للشكل من اليمين للشمال، فاكتب الارقام بتاعتي بطريقة ان انا ممكن اقراها من اليمين للشمال، مش من الشمال لليمين، لا دائما بكتبها من ناحية اليمين لناحية الشمال، يعني بص من ناحية اليمين ناحية الشمال اقرا البعد بتاعي مظبوط. ودي مهمة لان احنا لو بصينا مثلا في المسقط الافقي البعد اللي موجود على الشمال خالص لو بصيت من اليمين للشمال هلاقيه 60. لاحظ حاجة، لو انا بصيت عكس بقى من الشمال لليمين هلاقيه 0.9 كما لو انه بعده 9 ملي، وبالتالي هيبقى هنا هيحصل ايه؟ هيحصل في تداخل في المعلومات لو كل واحد يكتب البعد على حسب ما يتلقاله. لا، في قاعدة لابد من الالتزام بيها، وعدم الالتزام بيها معناها غلط. ايه هي القاعدة؟ ان انا وانا بكتب البعد الرأسي بكتبه وانا بص من ناحية اليمين لناحية الشمال، او بمعنى اصح اقراه استطيع اقراه لو بصيت على اللوحه من ناحيه اليمين ناحيه الشمال، مش من العكس من ناحيه الشمال لناحيه اليمين. دي ما فيهاش اختيار، لابد يكون ايه بالشكل اللي احنا قلنا عليه من هو ايه مكتوبه من ناحيه او تقرا من الناحيه اليمنى. هنشوف دلوقتي التمرين تاني، ونلاحظ التمرين ده هنلاقي فيه بعض التفاصيل اكتر شويه من التمرين السابق، علشان ايه بنتدرج بدرجات الايه اسهل في بعض الصعوبه شويه وهكذا، عشان نقدر نشوف الايه الاشكال كلها وازاي نقدر بعد كده لما يجي لنا اي شكل بصرف النظر عن هو تفاصيله ايه ممكن نرسمه. الشكل اللي عندنا عباره عن ايه؟ لازم الاول احلل الشكل. الشكل عباره عن ايه؟ عباره عن متوازي مستطيلات عرضه 51 عمقه 58 ارتفاعه 10 اللي هو موجود على ايدي الشمال، ومعاه في تاني متوازي مستطيلات تاني ارتفاعه 24 وعرضه 45 وعمقه 36 ملي. ونلاحظ ان الاثنين متداخلين مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه، يعني هنلاقي ان الشكل المتوازي المستطيلات الكبير ده اللي هو ناحية اليمين متداخل بمسافة 22 ملي جوه المتوازي المستطيلات السمكو 10 ملي، والاثنين على نفس القاعده واحده، يعني الاثنين من تحت الاثنين اللي حطيناهم على الترابيزه ان الاثنين ايه على نفس المستوى. وبعد كده مفتوح في متوازي المستطيلات اللي على اليمين اللي احنا هنقول اللي هو الكبير، مفتوح في فتحه عشان تخلي لي شكله كما لو انه على شكل حرف اليو. طيب ايه المطلوب في هذا المستوى؟
فايه المطلوب في هذا الشكل؟ المطلوب رسم المساق الثلاثه الفيجن والسايد فيو سايد فيو والبلان. لو بصيت بالاتجاه المواجهه زي السهم الاحمر ده كده للشكل، هلاقي ان انا هشوف مستويين، مستوى اللي هو مستطيل وده مستوى راسي لانه موازي مستوى الاسقاط، عرض 51 ارتفاع 10 ملي، ومستوى تاني عرض 24 من ناحيه اليمين ومن الناحيه الثانيه اقل، والاقل ده هيبقى قد ايه؟ هيبقى ال 24 ناقص ال 10 يعني 14، وعرضه من فوق 45 ومن تحت اقل شويه بمسافه ال 22، يعني 22 من ال 45 بقى لي 23، يبقى من تحت القاعده بتاعته طوله 23، ارتفاعه من على اليمين 24 من على الشمال 14، وعرضه من فوق 45 ملي في المستوى العلوي بتاعه 45 ملي. المستويين دول اللي هو بتوع اللي هو الوجهين بتوع متوازي المستويات دول هم وجهين في ترحيل بينهم، احنا بنسميه اوفست، يعني المستوى المتوازي المستويات الوجه بتاع متوازي المستويات اللي هو 51 في 10 دون 51 في ارتفاع 10 هتلاقيه متقدم شويه عن الجسم الاخر او متوازي المستويات الاخر، ولكن انا لما هبص بالمواجهه في اتجاه الانفيجن الاثنين هيظهروا لي ايه؟ في نفس المستوى، في نفس المستوى، وانا شايفهم، شايف كل اللي فيهم، يعني هشوف كل الايه اللي قدامي ده اللي هو احنا عاملينه باللون الاحمر، في حين في منطقه تانية اللي هي باللون الاحمر الفاتح شويه دي اللي هي واضحه قدامي في الرسم دلوقتي، دي انا المفروض اشوفها. ده برضو مستوى بتاع فتح حرف اليو، هم مستويين، ده هو واحد مقابل ليه تاني، الاثنين دول المفروض انا كنت اشوفهم وانا بص في اتجاه الفيجن، ولكن وجود الاسطح الخارجيه بتاعه المتوازي المستطيلين دول خافيه لي دون، عشان كده عامل لون ايه البامبا او الاحمر الفاتح دون، لان ده المستوى ده مستوى في اتجاه نظري وكان المفروض اشوفه، لكن انا مش شايفه نتيجه ان في عائق بيني وبينه. كلمه عائق بيني وبينه دون او معنى ان انا اقول مستوى المفروض كنت اشوفه هيبقى ليه في الاسقاط ليه معنى غير المستوى اللي انا شايفه حقيقه، اللي هو زي المستويات اللي في المواجهه معايا اللي هو المستوى الاحمر الايه القاني او الاحمر التقيل شويه دون. لو بصيت دلوقتي من اعلى في اتجاه السهم الازرق عشان ارسم البلان، فالاحظ ان انا هشوف حاجتين، هشوف مستويين برضو بينهم اوف سيت، يعني المستويين مش في نفس الايه مش على نفس الارتفاع، لكن انا وانا بص هلاقي الاثنين قدامي حته واحده اللي هو اللي على شكل حرف يو، والمستوى التحتاني برضو هتلاقيه برضو على شكل حرف يو. لو نلاحظ هنلاقي الاثنين حرف يو بس واحد فوق الثاني، لكن انا وبص من فوق اشوف حرف يو وحرف يو اوسع منه شويه. لو استكملت النظر للشكل من السايد فيو من ناحيه اليمين للشمال، هنا بقى نبص من ناحيه اليمين للايه للشمال، هبص اللي قدام المواجهه اللي هم الحرفين بتوع الشكل الحرف يو ده، هو الحرفين اللي هم عباره عن مستطيلين، كل مستطيل منهم ابعاد الارتفاع بتاعه 24، لكن العرض بتاعه كامل اللي هو 36 اشيل منها 16 على 2، يعني 36 ناقص 16 اللي هي عرض الفتحه بتاعه اليو هتديني 20، 20 دي مقسومه نصين، عرض الكتف بتاع اليو الاولاني والكتف بتاع اليو الثاني كل واحد منهم 10، وبالتالي اشوف مستطيلين 10 في 24. الاحظ وانا بص من السايد فيو من اليمين للشمال السطحين المدهونين اللي هم متلونين باللون الاخضر او اللون الفوسفوري دول كان المفروض ان اشوفهم، لكن مش هشوفهم. ليه مش هشوفهم؟ لان الجسم اللي قدام مانعهم عني، مانعهم عن النظر ان انا اشوفهم، كان المفروض ان انا اشوفهم. وبالتالي لو انا بصيت سايد فيو بهذا الشكل ايه اللي انا هشوفه؟ هشوف التالي. اول حاجه المستطيلين اللي هم 10 في 24 و10 في 24 اللي هم بتوع الجناحين بتوع حرف اليو وانا بص من ناحيه اليمين، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هشوف ايه كمان؟ هشوف في مستطيل صغير اللي هو بتاع حرف اليو اللي هي ارتفاعها 10 ملي، وانا بص من ناحيه اليمين هشوف هتلاقي ارتفاعه 10 ملي وعرضه هو ال 58 اللي هو عرض البريت كله اللي هي 58 او عرض المتوسطات كله 58، اشيل منه العرض بتاع البريت الكبير اللي هو 36، يبقى 58 لما اشيل منها 36 هتديني 22 اقسمها على 2 هتديني 11،
وبالتالي هبص الاقي ان هيبقى في مستطيلين صغيرين 11 في ارتفاع 10 و11 في ارتفاع 10، واحد كل واحد منهم على حرف وعلى حرف متجاورين للمستطيلين الايه التانيين. لاحظ حاجه، التحليل اللي انا بعمله ده ان انا احاول اتخيل الشكل واشوف ايه وما اشوفش ايه، ده هيساعدني كتير وانا بعمل عمليه الاسقاط، لان انا لو ابقى عارف انا تقريبا هشوف ايه الحاجات اللي هشوفها ايه الحاجات مش هشوفها، بتساعدني وانا بسقط ببقى الحاجه اللي برسمها ببقى عارف دي مكانها فين وما بتوهش كتير في عمليه الاسقاط. اذا لو انتقلنا دلوقتي للورقه بتاعتي، هبص الاقي ايه؟ هبص الاقي وانا بص في اتجاه الاليفيشن اللي هو اتجاه السهم الاحمر الموجود في الرسم العلوي على اليمين، هشوف المستطيل اللي هو الاحمر ده هو، وهشوف حرف ممكن نقول حرف ال اللي هو المتوز بطاطي الكبير اللي هو بالاخضر ده اللي هو عامل بالخطوط الخضراء ده. لو بصيت انا باتجاه الايه المواجهه يعني باتجاه الاليفيشن، لو بصيت من فوق لتحت هشوف حرف اليو الاخضر ده بتاع البلوك الكبير، وحرف اليو اللي بالاحمر ده هو تقريبا حرف يو بالاحمر اللي هو بتاع البلوك الايه اللي ارتفاعه 10 مللي. الاثنين طبعا زي ما عارفين متداخلين على بعض، متداخلين في بعض الاثنين بالمسافه اللي هي 22 مللي. هستخدم الاسقاط بتاعي بان اجي اخد خطوط من المسقط الافقي، خطوط تحدد لي عرض حرف اليو الكبير لارتفاعه العالي، خطين افقيين لغايه لما يتقاطعوا مع مستوى الاسقاط المساعد الموجود هنا في الربع الايه الثالث، وهطلع لفوق واخد من المسقط الاخضر اللي هو بيمثل لي المسقط الراسي من او من تحته من اعلى بتاعه، خطين افقيين هيتقاطعوا مع الخطوط اللي جايه من مستوى الاسقاط المساعد ويحددوا لي الابعاد بتاعه اللي انا هشوف في المسقط الجانبي للشكل الحرف اليو. هتبع نفس الكلام واخد خطوط افقيه لابعاد حرف اليو الداخلي بقى الاسطح بتاع حرف اليو الداخلي والابعاد بتاعه البليت الاحمر، كلها اخدها خطوط افقيه لخط الاسقاط المساعد واطلع بخطوط راسيه، وهبتدي بعد كده اشوف تقابلاتها مع بعض فهلاقيها تديني الشكل اللي هو موضح قدامنا، وهو ان هو مستطيل الاحمر ده هو اللي على اليمين وعلى الشمال، ده بيديني المقاطع الصغيره اللي هي 11 في ارتفاع 10 بتاعه الجزئين الخاصين اللي بيخصوا البليت الرفيع اللي هو حرف اليو بتاعه البليت الرفيع. حرف اليو بتاعه البليت الكبير هتظهر لي في هيئه مستطيلين كبار اللي هم المستطيلين اللي هم بالاخضر اللي هو ارتفاعهم ال 24 مليمتر. طب الواحد يقول لا ده هو في هنا موجود ثلاث مستطيلات، مستطيل ومستطيل ومستطيل، ثلاثه جنب بعض كلهم ارتفاعهم متساوي، الاثنين على الحرف اللي هم لهم اخضر، الاثنين على الحرف عرضهم متساوي لكن الوسطاني عرضه كبير شويه. ايوه ليه؟ لان انا ببص بالمواجهه هشوف فعلا ثلاث مستطيلات، مستطيلين على الحرف دول الجناحين بتوع حرف اليو، والمستطيل الوسطاني ده القاع بتاع حرف اليو اللي هو بيبعد 20 ملي متر زي ما واضح في الايزومتريك 20 ملي متر عن السطحين الخارجيين خالص في الاتجاه الجانبي، وانا ببص جانبي من اليمين للشمال هشوف الاول المستطيلين ووراهم على بعد 20 مللي فيه قاع الايه حرف اليو مستطيل اخر اللي هو عرضه 16 في ارتفاعه لنفس الارتفاع اللي هو الايه ال 24، عشان كده هيبان لي ايه ثلاث مستطيلات متحده في الارتفاع. عشان نستكمل توضيح القاع بتاع حرف اليو دون، لو تلاحظ دلوقتي هو مرسوم قدامنا بايه في المسقط الجانبي، لانه يعتبر مستوى جانبي موازي لمستوى الاسقاط الجانبي، وانا بصص من اليمين للشمال شايفه، فانا رسمه لك في المسقط الجانبي مستطيل ازرق اسقاطه في المسقط
الرأسي هو الخط المنقط الأزرق. ليه خط منقط؟ لأن في الواقع أنا مش شايفه، كان المفروض أن أشوفه، لكن وجود السطح الأحمر بتاع المستوى بتاع المتزن المستطيلات الكبير وأنا بص في اتجاه الإليفيشن، في السطح الأحمر ده هو ده خافي وراه المستوى الجانبي اللي هو اللي هو بالخط المنقط الأزرق، وإسقاطه تحت في المسقط البلان هتلاقي له الخط الأزرق اللي هو إيه القاع. يعني مسقط البلان هنا بيوضح لي إيه؟ بيوضح لي إن في خط، لو بصص في المسقط الأفقي اللي هو الرسمة التحتانية في المربع الرابع، لو بص من ناحية اليمين هلاقي فيه خطين اللي هي المسافة بينهم 16 مليمتر، وبعديهم بشوية في اللي هو إيه الخط الأزرق في أوفست عنه اللي هو المسافة 20 ملي اللي هي المسافة بين السطحين بتوع حرف اليو والقاع بتاعهم. وهنا دي توضح لي إيه عملية ليه أنا بقول إيه إن المستوى اللي أنا عامله بالأحمر البامبا شوية دون ده أنا من شايفه، وعشان كده ظهر لي نوعا إيه بخطوط إيه منقطة في المسقط الأفقي، لكن أنا هشوف هذا هشوف القاع بتاع حرف اليو وأنا باصص من في السايد فيو، فعشان كده ظهر لي مستطيل، وأنا باصص من فوق برضه هشوف حرفه من فوق اللي هو الخط الأزرق اللي في المسقط الأفقي. بكده يبقى أنا نهيت عملية الإسقاط، أبتدي بعد كده أمسح كل الخطوط الزيادة وأبتدي أكتب الأبعاد وأكتب حتى أسماء المساق زي ما أنا شايف. الرأس أكتب عليه إليفيشن الاختصار بتاعها ELEV، والسايد فيو SV، والبلان وأكتب الأبعاد، والأبعاد زي ما قلنا بتبقى في منتصف خط البعد فوقه بالنسبة للخطوط الأفقية، بالنسبة للخطوط الرأسية تبقى برضو في منتصف خط البعد ولكن في اتجاه رأسي، بشرط أنا ممكن أقراها من ناحية اليمين لناحية الشمال، وكده يبقى أنا عملت المساقط التلاتة المطلوبة مني. التمرين التعرض التي هو التمرين الثالث، وهو نلاقيه يعني أكثر فيه شوية تفاصيل زيادة عن التمرين اللي قبل كده. التمرينين الأول والثاني كانوا مجرد مقدمة عن عملية الإسقاط واستنتاج المسقط الثالث من مسقطين، قمنا فيهم بشرح الطريقة إزاي نستخدمها. دلوقتي هنشوف دلوقتي ايه تمرين على درجة عالية شوية من التفاصيل ونشوف ازاي نتعامل معاه. كقاعدة عامة اول ما يجيلي اي تمرين قدامي اول حاجة لازم التمرين دون افصله الى مجموعة من الاجزاء، لان هو في الاصل اي شكل هندسي عبارة عن مجموعة من المستويات ومجموعة من الخطوط زي ما قلنا قبل كده، ومجموعة من النقاط كلها في حالة تقاطع وفي حالة علاقة بينهم من بعض بتديني الشكل القدامي. لو انا قدرت افصص الجسم اللي قدامي او الشكل الهندسي الى مجموعة من الاجزاء السهلة هو ده افضل لي. يعني ايه؟ يعني لما اجي لوحة زي كده او ما بصلها الاقي ايه؟ الاقي ان هي فيها اكتر من جزء، في جزء اللي هو قاعدة. ايه هي القاعدة دي؟ اللي هو مسقطها في الافقي مستطيل 174 في 78 وحروفه ملفوفة، يعني ما هيش حروف حادة، حروف ملفوفة، وفوق اللي هو المستطيل اللي ارتفاعه 22 وبالعرض برضو كله اللي هو ايه 174. ده اول جزء. الجزء الثاني اللي عندي اللي هو الجزء الاسطوانة المدورة اللي موجودة او مجموعة الدوائر اللي موجودة في المسقط الافقي، لو نبص لها كده بنوع من التمعن نلاقي ان الاسطوانة الصفر دي اسقاطها فوق مستطيل اصفر، والاسطوانة السوداء مسقطها فوق مستطيل منقط اسود، وكذا الدائرة الصغيرة اللي في المركز بتاع القاعدة برضو نفس الكلام خطين منقطين فوق في الرأسي. يعني انا لو بصيت للثلاث اسطوانات دول اللي هم المرسومين كثلاث دوائر في المسقط الافقي الاقيهم عبارة عن اسطوانة خارجية قطرها 60 ملي وارتفاعها اللي هو موجود على المسقط الرأسي اللي هو 52 ملي اللي هي مرسوم بالاصفر، والاسطوانة دي معمول فيها ثقب، الثقب دون بعمق 16 ملي وقطره 40 ملي اللي هو مسقطه في الافقي الدائرة السوداء الكبيرة، والدائرة السوداء الصغيرة دي ثقب رفيع جوه الثقب الكبير اللي موجود في الاسطوانة.
هذا الثقب الصغير ده هو بيبتدي بعد نهايه الثقب الايه كبير زي ما هو واضح في الايه في المسقط الراسي. ونلاحظ حاجه ان الثقوب الاثنين مرسومين بخطوط منقطه لان انا ما اقدرش اشوفهم، عشان كده ايه مرسومين بخطوط منقطه. يبقى اذا دلوقتي انا عرفت دلوقتي حاجتين، الشكل بتاعي عرفت فيه حاجتين، قاعده وفيها جزء اسطواني. طيب اجي اكمل بقى، الجزء الاسطواني ده جزء راسي اللي هو الاصفر ده جزء راسي لان انا شايفه في المسقط الراسي الاسطوانه شايفها بطولها. الجزء الثالث اللي عندي اللي هو الشكل اللي هو مرسوم بالاحمر اللي هو مسقطه تحت في الافقي مستطيل، وفي الراسي اللي هو المستطيل وفيه الفتحه اللي هي عامله زي حدوه الحصان ده. هي يعني ايه؟ يعني معنى كده ان انا عندي بليت او قاعده افقيه اللي هي الزرقاء متركب فوق اسطوانه اللي هي الصفراء. الاسطوانه فيها شويه ثقوب دلوقتي ايه نخليها عرفناها بس نخليها على جنب. بالاضافه لكده في اسطوانه اخرى افقيه او هي مش اسطوانه، هو متوازي مستطيلات افقي اللي هو الاحمر ده، وفيه فتحه على شكل حدوه الحصان. بالاضافه لكده لو بصيت على شمال المسقط الراسي والافقي هلاقي ايه في المسقط الراسي خط مايل اللي هو البرتقاني دون، ده اسقاطه تحت خطين برتقاني افقيين حوالين السنتر لاين الافقي اللي في المحور الافقي. وده احنا بنسميه عصب لانه ليه تخانه مثلا 28 مللي وماشي مايل كده، ده عشان يثبت لي او اقدر اعمل تدعيم للاسطوانه الراسيه الصفرة دي مع القاعده عشان ما تتكسرش لو جه عليها اي احمال جانبيه. وهذا العصب معمول فيه ثقب اللي هو الفوسفوري او الاخضر ده هون، ونلاحظ ان الثقب دون انا مبصص في اتجاه الراس ما اشوفوش، لكن لما ابص من فوق عشان ارسم الافقي هشوفه. عشان كده مرسوم في المسقط الافقي مستطيل اللي هو عرضه 15 ملي، وفي المسقط الراسي خطوط منقطه لانه ده ثقب كمان معمول في السطح في المستوى المائل اللي هو اللي انا سميته العصب اللي هو مرسوم بالايه بالبرتقالي. دي اول خطوه لازم اعملها. لما بعمل الخطوه دي ببقى انا قدرت اعرف الشكل بتاعي شكله ايه تقريبا. يعني انا دلوقتي ممكن اتخيل الشكل بتاعي اقول ايه دي قاعده مستطيله الشكل عليها اسطوانه راسيه ليها قطر كبير وفيها ثقوب من جوه، وبعد كده مع الاسطوانه دي وهي مثبته على القاعده الافقيه في كمان ايه متوازي مستطيلات عرضي موجود على القاعده. يعني هي قاعده افقيه فيها متوازي مستطيلات وفوق متوازي المستطيلات موجود الايه الاسطوانه. ونلاحظ حاجه ان عرض لما ابص للمسقط الافقي الاقي ان عرض متوازي المستطيلات الاحمر اكبر من قطر الاسطوانه، والاسطوانه انا بشوفها وانا باصص في الاسطوانه بشوفها بشكلها الدوائر وانا باصص في المسقط الافقي، يعني هي اسطوانه راسيه ومتوازي المستطيلات فيه فتحه على شكل حرف على شكل حدوه الحصان، ودي انا بشوفها لما ببص في الاتجاه الراسي، لكن لما ببص في الافقي من فوق مش هشوفها طبعا. فعشان كده تظهر لي خطوط ايه منقطه اللي هم الخطين السود المنقطين اللي في المسقط في منتصف المسقط الافقي. الاحظ دلوقتي حاجه وانا بفصص الشكل، فصصت دلوقتي الى ثلاث اجزاء رئيسيه اللي هي القاعده والمتوازي المستطيلات الاحمر العرضي على القاعده وفوق المتوازي المسدده الاسطوانه، وملحومه الاسطوانه مع القاعده بالعصب اللي هو الخط المايل اللي في المسقط الراسي على الشمال، واللي في المسقط الافقي باين لي خطين برتقاني موازي افقيين على المحور على طرفي المحور او على جانبي المحور السنتر لاين الافقي. دي الاجزاء الرئيسيه. لاحظ ان انا في بعض التفاصيل انا ما بصيتلهاش زي الاربع ثقوب الموجودين اللي موجودين في القاعده دول مش مشكله، لما هاجي هسقطهم وكل حاجه، بس انا المقصود من ايه من التفاصيل اللي انا عملتها دي كده انا ممكن اتخيل الشكل واكون له صوره في ذهني. الصوره دي ممكن تكون مشوشه مش مهم، لكن في على الاقل لازم انا متخيل الشكل ايه. يعني من الخطا ان انا اول ما يجي لي شكل ابتدي على طول بالمسطره والمثلث
وابتدي ارسم المحاور بتاعتي واشتغل واقعد اعمل خطوط، هلاقي الموضوع بقى صعب عليا. لكن لو انا رسمت في الاول، خدت 5 دقايق او 10 دقايق كده، افصص الشكل قدامي الى مجموعه من الاشكال، الاشكال دي بالنسبه ليا معروفه او سهله المساقط، مستطيل، مربع، متزن مستطيلات، شكل اسطواني، شكل اسطواني فيه شطف، مستوى مايل، يعني الحاجات دي هي انا اقدر احدد مساقطها، التلات مساقط بتوعها بسهوله زي ما هنشوف بعد كده. اذا انا التحليل بتاعي السابق ده الهدف منه ان انا اكون صوره عن الجسم او الشكل الهندسي اللي قدامي، صوره في ذهني. هذه الصوره لن تكون مكتمله ولكن هتبقى مشوشه بعض الشيء، يعني مش بكل تفاصيلها، لكن هدي هتساعدني في عمليه الاسقاط. دلوقتي هبتدي عمليه الاسقاط، و ايه اللي اتبعناه في الاول في التحليل هنتبعه برضه في الاسقاط. زي ما انا قسمت الجزء الشكل الهندسي اللي قدامي الى مجموعه من الاجزاء، والمجموعه الاجزاء دي عرفت علاقتها ببعض بشرط انا كونت لها الصوره في ذهني، هبتدي دلوقتي وانا بسقط اسقط جزء جزء من الاجزاء المعروفه بالنسبه ليا دي. برضه المسقط الثالث وانا بطلعه اطلع لكل جزء من الاجزاء اللي انا حددتها في الاول، يعني القاعده ومتوازي المستطيلات والاسطوانه والعصب اللي على الشمال، كل واحد من دول لوحده اروح اعمل له المسقط الثالث بتاعه. وابتدي طبعا دايما بالحاجه الرئيسيه، الحاجه الكبيره، يعني مثلا بالنسبه للشكل قدامي دون لازم ابتدي الاول بالقاعده، لان القاعده هي اللي هبني عليها اي حاجه. يبقى اذا احط الاول اشوف اسقاط القاعده ايه، وبعد كده اكمل على باقي الاجزاء الثانيه، اخش على المتزم المستطيلات او على الاسطوانه وهكذا. يبقى بدايه اول حاجه هعملها ايه، هعمل محاور بتاعتي، محاور الإسقاط، وهعمل مستوى الإسقاط المساعد اللي هو على زاوية 45. أنا هبص جانبي من الشمال، يبقى إذا هرسم السايد فيو يمين الإليفيجن، يبقى السايد فيو هيبقى في المسقط الإيه في الربع الأولاني، والإليفيجن في الربع الثاني، البلان في الربع الثالث، ومستوى الإسقاط المساعد في الربع الرابع. هاجي دلوقتي عشان اسقط الاسطوانه، اروح جاي راسم خطين افقيين يحددوا لي حدود قاعده الاسطوانه في المسقط الافقي، وامشي بيهم لغايه لما اوصل لمستوى الاسقاط المساعد واطلع بيهم لاعلى. هيقابلوا لي خطين جايين اللي هما المسافه بينهم 22 ملم اللي هو ارتفاع القاعده، فهيكون لي المستطيل اللي قدامي اللي هو الازرق دهون، وده يعتبر المسقط الجانبي للقاعده. يبقى لو انا عندي القاعده لوحدها كانت هتطلع شكلها كده في المسقط الجانبي. الاحظ حاجه، الشكل طالما فيه سيمتريه لازم احدد السنتر لاين، يبقى احط كمان السنتر لاين زي ما واضح قدامنا بالاخضر اللي هو في منتصف المسقط، لان السنتر لاين ضروري قوي بالنسبه ليا، يساعدني كتير في ان انا اخد الابعاد عليه. القاعده بتاعتي فيها الاربع ثقوب اللي هو مكتوبه في المسقط الافقي على الشمال من تحت، 4 هولز 12 فاي، يعني اربع ثقوب قطر كل واحد منها 12 ملم. انا ممكن دلوقتي برضو السنتر لاين بتاع، طالما الثقب ظاهر لي في المسقط الافقي دائره، يبقى مسقطه في المسقطين التانيين هيبقى مستطيل، ودي قاعده عامه، الاسطوانه، الثقب، كل دي الحاجات دي. طالما مقطع دائري هيبقى هيظهر بشكله الدائري في مسقط من المسقطات الثلاثه، ومسقطتين هيطلعوا مستطيلات. طيب الاربع ثقوب دول ظاهرين لي بشكلهم المقطع بتاعهم اللي هو الدائري في المسقط الافقي، يبقى اذا في الجانبي وفي في الجانبي وفي الراسي هيبقوا ايه، مستطيلات. واحنا شايفين دلوقتي ان هو كان في الاصل في المسقط الراسي كان مستطيل، وبالتالي هيبقى برضو مسقط هذه الثقوب في المسقط الجانبي برضو هيبقى ايه، مستطيلات. طب هتبقى منقطه ولا سليمه؟ لا منقطه طبعا، لان انا لما باصص في الجانبي على القاعده دي مش هشوف الثقوب، لان الثقوب دي جوه الايه، جوه القاعده. يبقى اذا حاجه من السنتر لاين بتاع كل واحد منهم ومد خط افقي من المسقط الراس الافقي، خط افقي لغايه لما يقابل مستوى الاسقاط اللي هو باللون الاسود، لغايه لما يقابل مستوى الاسقاط المساعد واطلع بيهم لاعلى
فيحدد لي السنتر لاين، اخد على السنتر لاين على حدوده من اليمين والشمال 6 مللي على كل سنتر لاين 6 مللي يمين و6 مللي شمال، وارسم خطوط منقطه زي اللي باين قدامي دون كده، هيديني اسقاط الثقوب الاربعه. نلاحظ حاجه، المسقط الجانبي دلوقتي فيه مستطيلين منقطين، المستطيل اللي على اليمين ده لازم نعرف ده بتاع ايه، ده يعتبر اسقاط انهي، اسقاط ثقبين اللي هما الثقبين اللي في المسقط الافقي من تحت، الاثنين اللي تحت، والمستطيل المنقط اللي في المسقط الجانبي اللي على الشمال من ناحية الشمال يعني شمال السنتر لاين، ده بيديني مسقط الثقبين اللي موجودين في القاعدة وظاهرين في المسقط الافقي في الجهة العليا. ليه؟ لان انا وانا باصص هلاقي ان انا كان المفروض اشوف دول بس ما انا مش شايفهم لان هم جوه القاعده، فتتسم خطوط منقطه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الثقبين دول بيتحدوا في القطر في السنتر لاين، وبالتالي وانا باصص عليهم هلاقي اسقاطهم الاثنين هيجي ايه منطبق على بعض. يعني باختصار كل مستطيل من المستطيلات السوداء اللي هي مرسومه في المسقط الجانبي ده ده في الواقع اسقاط جانبي لثقبين من الاربع ثقوب اللي قطر كل واحد منهم 12 ملم. بعد كده اكمل الاسقاط بتاعي زي ما واضح قدامنا، انا خلاص اسقطت القاعده حتى بالتفاصيل اللي عليها اللي هي الاربع ثقوب، ابتدي بعد كده متوازن المستطيلات اللي هو راكب فوقها، وبعديه الاسطوانه. بالنسبه لمتوازن المستطيلات اللي هو باين باللون الاحمر، اول حاجه حدوده في المسقط الافقي حدوده الخارجيه اللي هي 78 ملم، هاخد من الحدود دي هي خطين هما الخطوط الحمراء الافقيه لغايه لما اوصل لمستوى الاسقاط المساعد واطلع لاعلى، وهيقابله خطين افقيين واحد منهم من اسفل القاعده اللي هو بدايه القاعده السفلى لمتوازن المستطيلات، والخط الثاني من السطح العلوي لمتوازن المستطيلات، فهيتقاطعوا مع بعض وهيديني الشكل اللي هو الواضح قدامنا. وتلاحظ حاجه ان انا ببصص في المسقط الجانبي فعلا، لو انا عندي لو انا الجسم بتاعي مكون من القاعده وعليها فقط هذا المتوازن المستطيلات، فهلاقيه كده ان المتوازن المستطيلات تلاحظ ان هو ايه طالع بره القاعده من قدام في المسقط الراسي، من قدامه من ورا، وواضح ده في المسقط الافقي ان هو من ايه من فوق ومن تحت في زياده شويه، اللي هو بدل يعني بدل ما هو عرض القاعده 70 لا هو عرضه 78، يعني في 4 مللي من فوق و4 مللي من تحت، عشان كده بيجي في المسقط الجانبي هلاقي في 4 مللي في اليمين و4 مللي في الشمال. دلوقتي كده انا دلوقتي اسقطت جزئين اللي هو القاعده ومتوازن المستطيلات الاحمر اللي فوقها، القاعده اللي بالازرق والمستطيل الاحمر اللي فوقها. الاحظ حاجه، لو نلاحظ في المستطيل الجانبي في المسقط الجانبي المستطيل الازرق الحرف بتاعه من فوق في خطين سود صغيرين طول كل واحد منهم كده في حدود 3 4 مللي على اليمين وعلى الشمال، واصلين لغايه حدود الخطين الرئيسيين الحمر بتوع متوازن المستطيلات. دول في الواقع دول اسقاط ايه؟ دول اسقاط القمه بتاعه حرف اليو او الحد شكل الحدوه بتاعه الحصان اللي هو الثقب اللي موجود في متوازي المستطيلات. يبقى كده دي استكمالا، يبقى كده انا بستكمل اسقاط متوازي المستطيلات الاحمر بالايه بالخطين اللي طول كل واحد منهم 4 مللي السود اللي هم على السطح العلوي من الايه من المستطيل الازرق بتاع القاعده اللي على اليمين وعلى الشمال في المسقط الايه الجانبي. دلوقتي اسقط الاسطوانه، الجزء الاسطواني طبعا في اسطوانه كبيره اسقطها هي في الاول، فاجي من حروفها من فوق ومن تحت اللي هو الرواسم بتاعتها في المسقط الافقي، واخد خطوط افقيه اللي هي الخطوط الصفراء اللي مرسومه قدامنا دي لغايه لما توازي تصل الى مستوى الاسقاط المساعد، واطلع بيها الى اعلى فهتحدد لي بدايه ونهايه او ايه الراسمين بتوع الاسطوانه. ولو خدت خط افقي اللي هو الخط الاصفر اللي هو بيحدد لي نهايه الاسطوانه او ارتفاع الاسطوانه، طبعا هاخد الخط ده من المسقط الراسي افقي، هيتقابل لي مع دول هيحدد لي القمه العليا للايه
الاسطوانه، وانا عارف ان الاسطوانه دي راسيه على الايه، على على القاعده بتاعه القاعده اللي هي الزرقاء، فعشان كده يبقى اذا انا عرفت احدد طول الاسطوانه من فوق خالص لغايه القاعده الزرقاء، وعشان كده هيطلع المستطيل اللي هو ظاهر قدامنا ده هو الاصفر في المسقط الجانبي، ويبقى ده اسقاط ايه، اسقاط الاسطوانه الصفراء الخارجيه. بعد كده بنفس طريقة إسقاط الأسطوانات، أنا عندي أسطوانتين تانيين اللي هي الأسطوانة أو التقب اللي هو الدائرة السوداء اللي هي قطرها 40 ملي ومكتوب فوق 40 ملي، وتحت مسقطها في الأفقي اللي هو الأسطوانة الدائرة السوداء، هعدي بيها وهرسم برضو إيه حدودها من أعلى الاسطوانة الصفراء لغاية تنزل 16 ملي منها، وهلاحظ دي هتبقى خطوط من القطر ان انا مش شايفها، لان دي جوه ده يعتبر ثقب جوه الاسطوانة، مش هشوفه وانا بص للاسطوانة من بره سواء من المسقط الرأسي او المسقط الجانبي. نفس الكلام بالنسبة للثقب الاخر اللي قطره 12 ملي متر اللي هينتهي عند قاعدة الاسطوانة، هينتهي عند قاعدة الاسطوانة اللي هي السطح العلوي للقاعدة الزرقاء، اللي هو بعد كده هيروح فاتح على ايه، على الشكل الحرف يو اللي موجود في الجزء الاحمر اللي هو في الايه، في متوازي المستطيلات الاحمر. بكده يبقى انا اسقطت الاجزاء الرئيسيه بتاعتي بتفاصيلها. هيتبقى لي دلوقتي الاسقاط العصب اللي موجود اللي بيلحم الاسطوانه مع القاعده الزرقاء اللي هو مرسوم بالبرتقاني في المسقطين الراسي والافقي على الناحيه الشمال. في المسقط الراسي خط ماله، في المسقط الافقي خطين متوازيين المسافه بينهم 28 ملي متر. استكمال اللي بداناه، عشان اسقط دلوقتي العصب هلاقي ان العصب المسقط بتاعه الافقي الخطين المتوازيين، اجي منهم واخد خطين افقيين خطوط عمل صفراء لغايه لما توصل لخط المستوى المساعد المائل بزاويه 45 درجه دهون، واطلع راسي هيحدد لي ايه مكان وجود العصب. طب العصب دي بيبتدي منين اللي فين؟ تعال نشوف. نلاقي العصب بيبتدي من اعلى الاسطوانه من فوق لغايه حرف ال حرف السطح العلوي للايه للاسطوانه، وعشان كده ظهر لي خطين برتقاني زي اللي موجودين قدامنا دول. بكده يبقى انا اسقطت العصب. يتبقى دلوقتي اسقاط الثقب اللي في العصب. طب الثقب ده هو المسافه بينه 15 ملي، ما هو طيب اذا ال 15 ملي دول اللي هو العرض بتاعه في المسقط الافقي 15 ملي، يبقى انا لو جيت برضو من الخطين خدت خطين افقيين من المستوى الراسي يمثلوا لي الثقب الموجود في العصب لغايه لما اوصل لمستوى الاسقاط المساعد واطلع لاعلى واخد خطين افقيين للثقب، هيديني شكل الثقب هيبقى شكله ايه في المسقط الجانبي، وهيطلع لي بشكل مستطيل اللي هو الفسفوري اللي موجود في المسقط الجانبي اللي احنا شايفينه قدامنا. طبعا في الخطوط السابقه كنت انا بحاول بشيل كل الخطوط العمل اللي انا بستخدمها اول باول، عشان بس ايه المساعده في عمليه الشرح وتوصيل المعلومه للمستمع. ولكن لو جينا دلوقتي نبص، لو انا بعمل الخطوات السابقه دي كلها دون ما امسح، هبص الاقي اللوحه هتبقى زي اللي قدامي كده، فيها مجموعه خطوط افقيه طالعه من المسقط الافقي لغايه المستوى الاسقاط المساعد وطالعه لفوق، وهيديني الشكل اللي قدامنا دون. طبعا ده الشكل ايه، ده يعتبر ده الشكل النهائي، ولكن قبل التشطيب لازم اعمل فينيشنج بقى للشكل. الفينيشنج هنا المقصود بيه ايه، ان انا امسح كل خطوط العمل وابتدي اكتب على المسقط ده مسقط اليفيشن، ده سايد فيو، ده بلان، ووزع الابعاد على الثلاث مساقط. يعني ما خليش زي ما هو مثلا في اللوحه قدامي كده، هلاقي ان الابعاد معموله على المسقط الراسي والافقي فقط. ليه؟ لان هو لما اداني التمرين اداني المسقط الراسي والافقي واداني فيهم كل الابعاد علشان ما بقاش في ابعاد ناقصه. لكن المفروض بقى لما ارسم دلوقتي المسقط الثاني كمان اوزع كل الابعاد على المساقط الثلاثة.
وبالتالي طبقنا هذا الكلام هيبقى شكل اللوحه زي اللي هو الشكل اللي قدامنا مكتوب الفيجن وبلان وسايد فيو. الابعاد وزعتها على المساقط الثلاثه بشرط ان الشكل اللوحه يبقى شكلها اعتقد يبقى شكلها اجمل من انها لو كانت الايه المسقط الجانبي مش معمول عليه اي ابعاد والابعاد كلها معموله على مسقطين، مع ملاحظه اللي دايما بقولها وهي ان الابعاد الراسيه بتكتب بطريقه معينه، وهي ان انا اقدر اقراها وانا باصص من ناحيه اليمين للشمال زي ما هو واضح كده قدامنا في الرقم مثلا اللي في مسقط الرقم 52 اللي هو في مسقط الرأسي في اقصى الشمال، او في الرقم 44 اللي هو مسقط الافق في اقصى الشمال، او في 70 اللي هو في مسقط الافق برضو على اليمين. الاحظ حاجه ان اللوحه دي المفروض تكون اللي هي معموله فينشنج دي لازم تبقى كل خطوطها خطوط واضحه بولت بعملها بالقلم البي، يعني كل الخطوات السابقه دي بتاعت الرسم اللي رسمت بيها هذه اللوحه وخطوط العمل كلها المفروض تبقى بقلم اتش قلم خفيف وما اضغطش على القلم، وعشان لما امسح كل الزيادات وتتبقى لي صوره زي كده ابتدي امشي عليها بالقلم البي بشرط تبقى ايه الصوره واضحه والخطوط واضحه ويبقى شكلها مناسب. تمرين تاني دلوقتي هنحاول نشوفه مع بعض اللي هو الواضح قدامنا، وبرضو هنحاول ان احنا بنفس الاسلوب اللي احنا اتبعناه قبل كده نحاول نقسمه الى مجموعة من الاجزاء اللي احنا ممكن بسهولة نحدد مساقطها. فمثلا الشكل المستطيل المرسوم في المسقط الافقي ده بيميل لي مسقط افقي للقاعدة اللي هي باينة برضو باللون الاخضر في المسقط الرأسي، وبالتالي في اول حاجة عندي قاعدة. القاعدة دي فيها تقبين اللي هم زر اللي مكتوب عليهم نمرة 8 ونمرة 9 مسقطهم دايرة في المسقط الافقي، وهيبقى خطوط في او مستطيل في المسقط الرأسي، وبالتالي برضو في المسقط الجانبي هيبقى برضو ايه مستطيلات. ولكن مسقطها في حاليا دلوقتي المسقط بتاع تلك الثقوب في المسقط الرأسي هتبقى خطوط منقطه. ليه؟ لان الثقوب دي موجوده جوه القاعده، وبالتالي انا لما هبص في الاتجاه الرأسي مش هشوف ايه هذه الثقوب. القاعده بتاعت دي ارتفاعها 9 مللي، طولها 132 وعرضها 48 مللي متر، مرسوم باللون الاخضر. هتلاحظ في بقى عندنا في المسقط الرأسي في جزء زي الهرم كده اللي مرسوم باللون الأحمر. لو أنا بصيت لحروفه وانزل على المسقط الأفق عشان يكون ده إسقاط إيه ليه؟ ده إسقاط الخطين المكتوب عليهم 6 و7، الخطين الأفقيين 6 و7 موجودين في المسقط الأفقي، وبالتالي أنا ممكن أتخيل ده إيه بالظبط زي جناحين، يعني زي القاعدة الخضراء وبعدين في جناحين عند حرفها من قدام ومن ورا، وانا بصلها بالمواجهة الاقي قدامي على طول في حرف عالي وحرف تاني عالي، في الوسط الاقي مفيش حاجة، يعني في الوسط مفيش بين الاتنين دول ايه مفيش اي اجزاء او اي حاجة، لا دي هي القاعدة عدلة وبعدين في الجناحين دول موجود في الاول وفي اخر ده. يبقى اذا انا عرفت ايه جزئين جناحين و القاعدة. في ايه تاني؟ في التقب اللي هو بالازرق في المسقط الرأسي اللي هو الدائرة اللي في المسقط الرأسي اللي مكتوب عليه 10 و11، ولما اشوف اسقاطها تحت الاقيها فيه ان هو في المسقط الافقي في 10 وفي 11، دول ثقبين مرسومين بخطوط منقطة، لان انا وانا بصص من فوق مش شايفهم، معنى كده ان هذين الثقبين موجودين في الجناح الاحمر دون. يبقى الجناح الاحمر ده فيه ثقبين قصاد بعض قطر كل واحد منهم او نص قطر كل واحد منهم 24 ملي. المركز بتاع هذا الثقب بيبعد 27 ملي عن القاعدة السفلى بتاعت القاعدة بتاعت الجزء اللي انا برسمه دون، و ده المركز بتاع هذا الثقب اللي هو الثقب اللي هو قطر 24 ملي اللي هو الازرق. انا بكبلتي وبص على المسقط الايه الرأسي، وفي نفس الوقت في المنتصف
لان في الخط الراسي او سنتر لاين الموجود راسي في المسقط الراسي وبالتالي ايضا في المسقط الافقي الاثنين ده بيبقى ايه محاور تماثل يعني اللي على اليمين زي اللي على الشمال. هبتدي دلوقتي عمليه رسم المسقط الثالث. عشان ارسم المسقط الثالث بنفس الاسلوب هحدد المحاور بتاعتي ومستوى الاسقاط المساعد اللي هو بيميل بزاويه 45 على الافقي. معنى كده ايه؟ ان انا دلوقتي عندي الشكل بتاعي مكون من قاعده وجناحين والجناحين دول فيهم ثقب والقاعده فيها ثقبين. هو ده الاسقاط. يبقى انا اسقطت القاعده ثم اسقطت الجناحين وعملت في الجناحين الثقب اللي فيها اللي هو الثقب اللي هو الثقبين هم 10 و11 وعملت الثقب 8 و9 في القاعده. انا خلصت كده وبقى خلصت الرسم بتاعي. ابتدي بالقاعده. لو بصيت على المسقط الافقي من الشمال لليمين هلاقي ان النقطه 3 والنقطه 4 ينطبقوا مع بعض وبالتالي الشعر اللي خارج منهم هيسقط على المستوى الاسقاط المساعد ويطلع لاعلى. ثم النقطه 1 والنقطه 2 برضه هينطبقوا على بعض. انا بص من الشمال لليمين على المسقط الافقي والشعاع البصر هيعدي يستمر على طول لغايه مستوى الاسقاط المساعد ويطلع لاعلى وبالتالي الشعاعين دول هيتلاقوا مع الشعاع اللي خارج من اسفل قاعده الجسم بالكامل في النقطتين نقطه منهم اللي مكتوب عليها 3 و4 والنقطه الثانيه مكتوب عليها 1 و2 وارتفاع القاعده معروف اللي هو 9 ملي من الخط برضو اللي طالع من اعلى القاعده هيطلع لي المستطيل الواضح قدامنا الاحمر دوت. هنا لازم برضو اسقط السنتر لاين لان الشكل بتاعي متماثل. يعني لو بصيت للمسقط الافقي هلاقي ان الخط السنتر لاين الافقي اللي فيه بيقسم لي الشكل الى جزئين متماثلين وبالتالي فده ايه هسقطه عن طريق نطلع بشعاع اللي هو زي الواضح قدامنا دون شعاع مع عند السنتر لاين لغايه المستوى المساعد مستوى الاسقاط المساعد واطلع لاعلى وارسم السنتر لاين. اجي بعد كده اسقط الايه الثقبين بتوع القاعده ودي عمليه سهله لان دلوقتي السنتر لاين بتاعهم واقع على السنتر لاين بتاع التماثل بتاع الشكل وبالتالي القطر بتاعها كام 9 مللي. يبقى انا لو جيت عند في السايد فيو او في المسقط الجانبي وعلى السنتر لاين الوسطاني وخدت 4.5 مللي من ناحيه او 4.5 مللي من الناحيه الثانيه وهرسم الخطين الدوتد لاين او الخطين المنقطين اللي قدامنا دول هيبقى دول هيحدد لي المستطيل اللي هو اسقاط الثقبين اللي موجودين في القاعده اللي قطر كل واحده منهم 9 مللي واللي هو مكتوب عليهم في المسقط الجانبي 8 و9. هكمل اسقاط الدوت بتاعي بالنسبه للجناحين اللي هم مرسومين بالاحمر. حاجد يبقى ده لو جيت على المسقط الافقي هلاقي الجناحين دول هيمثلوا لي باربع خطوط افقيه لكل جناح العرض بتاعه بخطين. الاربع خطوط افقيه المرسومين بالخط باللون الاحمر هيطلعوا هيمشوا افقي لغايه مستوى الاسقاط المساعد ويطلع لاعلى. حدد لي يبقى دول الخطوط دي هتحدد لي العرض بتاع كل جناح من الجناحين. ولكن بيبتدي منين بقى الجناح ده وبينتهي فين؟ لو بصيت للمسقط الراسي هلاقيه بيبتدي من عند السطح العلوي للقاعده اي كل واحد من الجناحين دول وبينتهي عند النقطه العليا اللي مكتوب عليها 6 و7 في المسقط ايه الراسي. يبقى انا لو جيت من النقطه 6 و7 خط افقي هلاقي الخط الافقي ده هو هيحدد لي الارتفاع بتاعي وهلاقي كده يبقى انا حددت الجناحين اللي هو ارتفاعهم كل 15 51 ملي. اجي اسقط بعد كده الدايره اللي هي قطرها 24 ملي اللي مكتوب عليها 10 و11. ولو تلاحظ ان 10 و11 دول دايرتين يبانوا فين؟ هما باينين دايره واحده منطبقه على بعض لانهم نفس المركز ونفس القطر في المسقط الراسي. لكن لو جيت في المسقط الافقي هلاقي واحده منها 10 اسفل و11 قدام. من السنتر لاين بتاع الدايره الخط الافقي بتاع السنتر لاين بتاع الدايره اللي في المسقط الراسي همشي بخط افقي هحدد لي التو سنتر لاينز اللي موجود بتوع الدايره الثقبين في الجناحين. وانا موجود عندي عرض الجناحين اللي هو نفسه طول الثقب وبالتالي هرسم هاجي عند سنتر لاينز اللي هو في المسقط الجانبي اللي هو السنتر لاين بتاع 10 و11 دول وارسم الثقبين
اللي هو او الخطين المستقيمين بيمثلوا المستطيل بتاع اللي هو اسقاط الثقب، وهيبقى المستطيل ده هو بيبعد كل خط من خطوطه بيبعد 12 مليمتر عن السنتر، لان القطر بتاعه كام؟ 24. زي ما قلنا في المثال السابق، كل الشغل اللي انا عملته قبل كده كان بقلم اتش او 2 اتش وخطوط خفيفه، يبقى دلوقتي هبتدي عمليه الايه، الفينيشنج او التشطيب. همسح كل الخطوط الزياده اللي انا كنت راسمها، سواء خطوط عمل او خطوط زياده في الاسقاط، وبعد كده اوزع المساقط، اوزع الابعاد على المساقط الثلاثه، واعمل عمليه تشطيب بقلم بي يعني اللي هو بولد، علشان يبقى الايه الخطوط بتاعتي واضحه وجليه. وبكده بقى انا عملت المساقط الثلاثه او المسقط الثالث اللي مطلوب مني. ودلوقتي كمان انا ممكن ايه التلات اشكال دول لو بصيت لها الاقي الايزومتريك بتاعهم كمان واضح قدامي اهو. ده بس عشان ايه زياده في التوضيح، احنا ما بنحتاجش رسم الايزومتريك لكن احنا بنرسمه دلوقتي، احنا لسه بنتعلم ازاي نعمل المسقط الثالث. فاهو الايزومتريك واضح قدامنا وبيحدد لي ازاي انا يعني شكل الجسم بتاعي او الجزء بتاع اللي انا برسمه كان شكله ايه. اللي قدامنا حاليا تمرين اخر، تمرين محلول. ده مكون من مجموعه من الاجزاء، يمكن اكتر شويه من اللي فاتوا، والحل بتاعه موجود سايد فيو كان مطلوب رسمه، هو موجود قدامنا. طيب نشوف هو مديني ايه، مديني الفيشن وبلان وعايز السايد فيو. هبص الاقي الجزء بتاعي ده لازم احلله. لو بصيت هبص الاقي من اقصى الشمال عباره عن ايه، لما بص في الجزء الاسطواني في المسقط الرأسي اللي في اقصى الشمال اللي هو المستطيل، هلاقي اسقاطه تحت حاجه شكلها حرف يو، معناه ان دي حرف يو رأسيه مفتوحه الفتحه بتاعتها ناحيه الشمال. دي اول جزء في الايه في الشكل بتاعي. الجزء الثاني اللي هو المستطيل الكبير اللي قطره 48 ملي في المسقط الرأسي، اللي هو تحت اسقاطه الدايره الكبيره والدايره الصغيره، اللي هم اللي يعني دايره كبيره قطرها 48 والدايره الصغيره قطرها 30، واسقاطها فوق اللي هو المستطيل السليم اللي قطره 48 والمستطيل المنقط اللي قطره 30 ملي او يعني عرضه 30 ملي. يبقى اذا عندي اسطوانه رأسيه، بس الاسطوانه دي في البلان او في الافق واضح ان هي مفتوحه من ناحيه اليمين مفتوحه، وفيها ودنين، الودنين دول باينين في المسقط بشكلهم الطبيعي في المسقط الرأسي اللي هو عباره عن جزء طالع كده ونهايته مدوره وفيه ثقب في وسطه، ثقب قطره 12 مليمتر، والتقويسه بتاعه الودن دي الار بتاعتها ب 12، وتخانه كل ودن من الودنين دي باينه في المسقط الايه الافقي اللي هي 9 مللي و9 مللي، والعرض بينهم هما الاثنين عرضهم الاثنين من بره بره 24. يعني لو احنا جمعنا 9 و9 اديني 18، من ال 24 بقى 6 مللي، يبقى الفتحه او الشق اللي معمول في الاسطوانه الرأسيه دي اللي هي اللي قطرها 48 مللي الخارجي وقطرها الداخلي 30 مللي، دي الشق دون كام؟ 6 مللي. دول الجزئين الرئيسيين اللي بيكونوا للشكل، الاسطوانه الرئيسيه المشقوقه والاسطوانه الثانيه او الايه الجزء اللي على شكل حرف يو الموجود على الشمال. اعتقد وانا بقرا المسقطين مع بعض الافقي والراسي بقدر اكون تخيل عن الايه عن الشكل. يبقى اذا عندي على ايدي ناحيه ايدي اليمين في عندي الاسطوانه الرئيسيه المشقوقه من ناحيه اليمين وفيها الودنين، وعند ايدي الشمال في عندي جزء على شكل حرف يو مفتوح فتحة الحرف يو دي ناحية الشمال، وفي مسافة بينهم. المسافة بينهم دول عشان اربط الاثنين دول ببعض مربوطين عن طريق عصبين. العصب الاولاني باين في البلان اللي مكتوب عليه 10، واللي هو في الرأسي الخط بتاعه خط مايل. والعصب الثاني اللي هو مكتوب عليه 9 في البلان، 9 و9 هو في البلان لان هو عصب عريض، ومسقطه في الرأسي اللي هو مكتوب عليه 9 بالازرق دون، وبرده تخانته كام؟ 9 مللي. يبقى عصبين
العصب اللي هو اللي مكتوب عليه 9 ده كما لو انه لو بصيت في الرأسي كما لو انه ايه حاجة مسطحة مسطحة تخانتها 9 ملي. والعصب الثاني وانا بص في الرأسي كما لو انه ايه حاجة زي حاجة مستوى رأسي مائل يربط بين الجزء اللي على حرف يو والاسطوانة المشقوقة. وبالتالي يبقى انا دلوقتي كده ايه قدرت اتخيل تقريبا الشكل عامل ايه او الشكل ايه هو الصورة تكون في ذهني صح مشوشة بعض الشيء ولكن الى حد كبير ممكن تساعدني في الاسقاط لو استخدمت القواعد اللي احنا قلنا عليها من حيث ان انا اعمل محاور الاسقاط ومستوى الاسقاط المساعد واسقط جزء جزء مثلا في الشكل ده وهنبتدي بالاسطوانة المشقوقة اللي هي على اليمين دي في الاول فهتطلع لي مستطيل اللي هو المستطيل الاحمر الكبير اللي موجود في المسقط الجانبي ثم بعد ذلك اروح ايه عامل اسقاط جزء لشكل حرف يو اللي هو هنا في الجانبي طالع لي 3 مستطيلات وبعدين هربط بينهم بالاعصاب اللي موجوده عندي. ولاحظ حاجه ان انا ببص من الشمال لليمين كل اللي هشوفه بس هو العصب المائل دون لكن العصب اللي هو البليت الافقي العصب الافقي ده مش هشوفه اللي انا هشوفه هشوف العصب المائل ابتداء من فوق الحرف يو انا كده وانا بصت للمسقط الراس ممكن اقراها من بدايه فوق الحرف يو لغايه الحرف الشفه العليا للايه للاسطوانه المشقوقه زي ما هو واضح في المسقط الايه الجانبي وعرضه هو ال10 مللي اللي هو عرض الايه تخانه هذا العصب. إضافة لذلك دلوقتي هنشوف قدامنا كمان دلوقتي الايزومتريك بتاع هذا الشكل علشان نقدر نتخيل ايه اللي احنا عملناه وواضح فيه الاسطوانة اللي على اليمين اللي هي الاسطوانة المشقوقة بالودنين اللي فيها وعلى الشمال الجزء اللي هو على شكل حرف يو والعصبين المتعامدين الواحد البليت الافقي والتاني الرأسي المايل. ده من الاخر محلول قدامنا اهو وده مكون من قاعدة يعني لما نبص في البلان نلاقي في اللي هي القاعدة 1 2 4 3 وودنين اللي هم الودن 8 والودن 8 والودنين دول فيهم ثقبين 9 و9. لما نبص على اسقاط الحاجات دي في المسقط الفوقاني نلاقي ان القاعدة 1 2 4 3 دي تخانتها اكبر شوية من تخانة الودنين تخانتهم اقل لكن الودنين بيشتركوا مع القاعده في انهم الكل مبتدي من تحت متساويين من تحت مخدمين من تحت يعني حطيتهم على اي مستوى افقي هتلاقي ايه الودنين مع القاعده راسين على الايه على دي اول جزء. الجزء الثاني اللي هو المربع اللي باين في المسقط الافقي والمربع ده حروفه متنية او ملفوفة بار 6 لو بصيت لها فوق هلاقي ان المربع ده بيديني الاسطوانة 5 الاسطوانة اللي هي رقمها كام اللي مكتوب عليها رقم 5 في المسقط الايه الافقي والرأسي. الاسطوانة دي في من فوقها بس هي اسطوانة مقطعها مربع فوقها في شفة صغيرة ارتفاع 5 ملي في حته ايه جزء دائري من فوق اللي هو مكتوب عليه 6 في المسقط الراسي ومكتوب عليه 6 برضو في الدائره على الدائره بتاعته في المسقط الايه الافقي وبالتالي فده عمود كما قلنا عمود مربع وحروفه بس حروفه بقى مش حاده لا حروفه السور بتاعته متنيه ملفوفه ومن فوق هذا العمود الراسي المربع في جزء دائري ارتفاعه 5 هذا الجزء الدائري ارتفاعه 5 ملي وقطره الخارجي 40 ملي. في بقى ثقب معدي في الجزء كله اللي هو باين بخطين منقطين في المسقط الرأسي والدايرة بتاعته تحت اللي هي قطرها فاي 30 هذا الثقب الدائري معدي من اول الجزء الاسطواني العلوي اللي موجود في العمود من فوق لغاية القاعدة معدي في القاعدة كمان وده واضح من ايه واضح من الخطين المنقطين مبتدين من اعلى المسقط الرأسي لغاية نهايته في ايه في الاخر. المسقط الجانبي لهذا الشكل عشان اعمله بنفس الطريقة اللي فاتت هبص الاقي هسقط الاول القاعدة وبعد كده
الودنين اللي فيها، وبعد كده روح اسقط العمود المربع واسقط الدايرة الجزء الاسطواني العلوي اللي فوق العمود المربع، وبعد كده هروح هعمل ايه الثقب. هيتبقى لي حاجة واحدة اللي هي نمرة 11. نمرة 11 ده عبارة عن ودن مثبتة او جزء ودن ملحوم في الاسطوانة المربعة، ودي واضحة فين؟ واضحة في المسقط الافقي اللي هي مكتوب عليها 11، وفيها ثقب اخر اللي هو الثقب 11، اسف هي نمرة 10 والثقب بتاعها ايه؟ نمرة 11. هذا الشكل، هذا الجزء برضو اسقطه في المسقط الجانبي، ويظهر لي اللي هو ايه؟ الخطين اللي حوالين السنتر لاين اللي في منتصف المسقط الايه؟ الجانبي. بكده يبقى انا نهيت رسم المسقط الجانبي بالكامل. طبعا هيكون عندي خطوط عمل هشيلها، والخطوط الزياده في الاسقاط هشيلها، وبعد كده ابتدي اعمل فينيشنج بقلم تقيل بولد، واعمل الابعاد بتاعتي اوزعها على كل الايه المساقط، واكتب برضو تحتيها اليفيجن وبلانو سايد فيو، وكده ابقى انا خلصت الرسمه المطلوبه مني. قدامي دلوقتي ايضا رسم ايزومتريك لهذا الجزء، واضح فيه القاعده بالودنين والجزء الاسطواني والعمود ذو المقطع الدائري، والجزء الاسطواني الاعلاه، والودن اللي موجوده من ناحيه الشمال اللي هي الودن نمره 10، وفيها التقب نمره 11.